غموض حول مستقبل دينيس سواريز في صفوف ناديه برشلونة الإسباني بعد توقف المحادثات بين البلوغرانا وأرسنال بشأن رحيل اللاعب خلال انتقالات الشتاء الحالية. وتفيد صحيفة سبورت الإسبانية نقلا عن إذاعة كادينسير أن مستقبل دينيس في الكامب نو بات مهددا، ومن الممكن استبعاد اللاعب من قائمة الفريق ومبارياته لنهاية الموسم إذا لم يقبل بالشروط التي فرضها النادي. وتوضح الصحيفة أن البارسا أعطى دينيس ثلاثة خيارات تتمثل في قبول عرض ريال بيتيس أو عرض إشبيليا مقابل 20 مليون يورو أو الانتقال على سبيل الإعارة إلى أرسنال. وأفاد التقرير أن دينيس غير مهتم بعرضي بيتيس وإشبيليا ويريد اللعب لأرسنال، لكن لجعل هذا الخيار فعالا سيتعين على اللاعب تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020. واختتم التقرير مؤكدا أنه حال لم يرضخ دينيس لشروط برشلونة سيتم استبعاد اللاعب من مباريات الفريق القادمة لنهاية الموسم. انتزع ريال مدريد صدارة قائمة الأندية الأكثر ربحا في كرة القدم الأوروبية في الموسم الماضي من مانشستر يونايتد كما جاء في تقرير مؤسسة ديلويت. وتضمن التقرير قائمة بأكثر 20 ناديا تحقيقا للأرباح بالموسم الماضي، وشهد عودة ريال مدريد للقمة لأول مرة منذ 2014-2015 بأرباح قيمتها 750 مليون و900 ألف يورو. وارتفعت أرباح النادي الإسباني بأكثر من 75 مليون يورو بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي. وبلغت أرباح برشلونة 690 مليون و400 ألف يورو مقابل 648 مليون و300 ألف يورو في الموسم السابق. أما مانشستر يونايتد والذي تصدر قائمة الموسم الماضي فتراجعت أرباحه من 676 مليون و300 ألف يورو إلى 666 مليون يورو ليحتل المركز الثالث. ولم تضم قائمة العشرة الأوائل أي ناد من إيطاليا، إذ جاء يوفنتوس في المركز الحادي عشر بينما كان بايرن ميونخ الألماني الوحيد فيها. أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا رسميا بشأن إصابة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا. وكان نيمار تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام ستراسبورغ بكأس فرنسا، والتي انتهت بفوز بي اس جي بهدف دون رد والتأهل لدور 16. وأكد باريس سان جيرمان في بيانه أن نيمار خضع لفحوصات أولية كشفت عن إصابته في المشط الخامس للقدم اليمنى. وأوضح البيان أنه ينبغي النظر في جميع الخيارات العلاجية، وسيعتمد العلاج على تطور حالة نيمار في الأيام القادمة. وتفيد تقارير الصحف الفرنسية أن بشكل مبدئي سيغيب نيمار لمدة قد تصل إلى 80 يوما من فبراير إلى مارس، مما يعني غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا في دور 16. يذكر أن البرازيلي ساهم في 73 هدفا مع باريس سان جيرمان في 53 مباراة، حيث أحرز 48 هدفا وصنع 25 آخرين. كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسؤولين نادي يوفنتوس اجتمعوا بوكيل المغربي مهدي بن عطية مدافع الفريق. ولا يحظى المغربي الدولي بفرص كافية للمشاركة بصفة أساسية هذا الموسم تحت قيادة مدربه ماسيميليانو أليغري. وارتبط بن عطية بإمكانية الرحيل خلال انتقالات الشتاء الحالية في يناير في ظل اهتمام أندية أرسنال ومارسيليا بالتعاقد معه. ووفقا لموقع كالتشو ميركاتو الإيطالي، رفضت إدارة اليوفي رحيل بن عطية. وأكد النادي للاعب مجددا موقفه بأنه في ظل إصابة أندريا بارزالي لم يكن بإمكانهم السماح له بالرحيل. يذكر أن بن عطية لم يشارك سوى في 6 مباريات هذا الموسم رفقة السيدة العجوز. يعد الكرواتي إيفان بريزيتش لاعب إنتر ميلان أحد أهم أهداف مانشستر يونايتد لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز الإنجليزية أن إنتر ميلان سيوافق على بيع بريزيتش إذا تلقى عرضا بقيمة 40 مليون يورو، وذلك بعد إبداء أولي غونار سولشاير المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر رغبته في الحصول على خدمات اللاعب. بريزيتش كان أيضا هدفا رئيسيا للبرتغالي جوزي مورينيو خلال فترة تواجده في تدريب مانشستر يونايتد. وبحسب الصحيفة فإن اليونايتد سيواجه منافسة مع أتلتيكو مدريد، والذي تواصل أيضا مع إنتر ميلان لضم اللاعب.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن إنتر ميلان يخطط لتوفير سيولة مالية من أجل التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهو ما قد يدفع لبيع بعض لاعبيه. جدير بالذكر أن بريزيتش خاض 8 لقاءات كاملة فقط في 18 مشاركة هذا الموسم بالدوري الإيطالي، ونجح في تسجيل 3 أهداف. يستعد نادي موناكو الفرنسي لإقالة مدرب الفريق تيري هنري بعد 3 أشهر فقط من تعيينه كمدير فني. وكان هنري تولى مهمة تدريب موناكو خلفا لليوناردو غارديوم لسوء النتائج، لكن نجم أرسنال السابق لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية. وتفيد صحيفة ميرور البريطانية أنه في تطور لا يصدق، من المقرر أن يعود ليوناردو غارديوم إلى موناكو وتتم إقالة هنري، ويقال أنه سيتم إبلاغ المدرب بمصيره في الساعات 48 المقبلة بعد إقصاء موناكو من كأس فرنسا من قبل فريق ميتز من الدرجة الثانية يوم الثلاثاء الماضي. وفاز هنري في مبارتين بالدوري فقط من أصل 12 مباراة، وكانت النتيجة الأخيرة هي هزيمته بخمسة أهداف مقابل هدف على أرضه أمام ستراسبورغ. ويحتل موناكو المركز 19 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن المركز الأخير. قال ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز إن أرون رامزي لاعب وسط أرسنال والمنتخب الويلزي سيتحسن كثيرا من خلال الذهاب إلى ناد على أعلى مستوى مثل يوفنتوس. وسئل جيجز عما إذا كانت خطوة رحيل رامزي إلى يوفنتوس ستفيد منتخب ويلز، فصرح أسطورة مانشستر يونايتد لشبكة سكاي سبورتس: أتمنى ذلك. وأضاف: لقد رأيت التأثير الذي أحدثه جاريث بيل على المنتخب عندما انضم لريال مدريد. رامزي ذاهب إلى ناد على أعلى مستوى، واحد من بين الأفضل في العالم، هذا سيؤدي إلى تحسن اللاعب. وختم: عندما تكون مدربا دوليا فإن كل ما تريده هو أن يشارك لاعب منتخبك، ورامزي سيلعب في أعلى مستوى. وتشير تقارير صحفية إلى أن رامزي سينضم إلى يوفنتوس بداية من يوليو المقبل بعد انتهاء عقده مع أرسنال. كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الكواليس التي سبقت تعاقد نادي برشلونة مع فرانك دي يونغ لاعب أياكس أمستردام الهولندي. النادي الكتالوني أعلن بصفة رسمية توصله لاتفاق مع نظيره الهولندي لضم دي يونغ في الصيف المقبل، بعدما توجه جوزيب ماريا بارتيميو رئيس البارسا إلى أياكس لحسم الصفقة. وقبل التوجه إلى هولندا صرح بارتيميو: إذا حدث خطأ في عملية التعاقد مع دي يونغ سوف يقتلونني. وكان برشلونة في منافسة قوية مع باريس سان جيرمان الفرنسي والذي رغب في التعاقد مع دي يونغ، لكن بالنهاية ظفر لبلوغرانا بالصفقة. عزيزي متابع قناة عرب جول، برأيك هل ستؤثر إصابة نيمار على مشواره الكروي بعد تكررها؟ شاركنا برأيك.